اهلا وميت غلا، اهلين حبايبي فيكم بقناتكم مطبخ وحكايات امجاد. اليوم ان شاء الله جايبكم وصفه غير شكل، وصفه سهله وبسيطه ومتوفره بمطبخك وما بدها اي اضافات، يعني وهي تكلفتها ببلاش، ما في يعني سنتيهات. فاليوم رح نعمل انه اللي عندهم تصبغات ببشرتهم وما عم يقدروا يتخلصوا منها، الحل سهل كتير كتير وبسيط بمكونين بس رح تقدري تخلصي منهم. هدول المكونين هن متوفرين بمطبخك اذا كنت عم تعاني من هالتصبغات الموجوده على بشرتك وما وصل لها سنين وما عم تقدري تشيليها بتخلصي منها. الحل سهل كتير كتير وبس ما بدي منك غير اذا كنت جديده على القناه تشتركي بقناتي وتفعلي الجرس حتى تصلك كل الوصفات، واللي ما مفعل الجرس يفعل وشاركوا الفيديو لأكبر عدد ممكن لحتى يستفاد منه أكبر عدد من الناس. أفضل ما نشتري هالكريمات اللي عم نجيبها دائما من الصيدليات ومن المواقع وهي عم ترسلنا بأغلى الأثمان ومكوناتها موجودة بمطبخنا. اليوم إن شاء الله رح نعمل علاج سحري للتصبغات، مكونين بس ومن مطبخك رح تلاقيهم. أول شيء جيبي معلقة من الزبادي، الزبادي الكل متوفر عنده. بتعرفوا هذا الزبادي إنه له كتير فوائد للبشرة، عدوا معي. أول شيء بيرطب البشرة، اثنين بيقلل من جفافة، ثلاثة بيعمل على تقشيرة، أربعة بفتح البشرة وبيوحد لونها وبيقلل من البقع الداكنة والندب. كمان غير هالشكل غير هالشي بتعرفوا انه شيء تاني بيعمله هو بيقلل الهالات السوداء، بيعالجها ما بس بيقللها الموجودة تحت العين، وبيعمل على مرونة البشرة، وهذا يعني طالما البشرة مرنة رح يقلل من تجاعيدها، ما رح هيك تنشف ويصير عندك خطوط، رح يقلل من التجاعيد. هي فوائد بس معلقه الزبادي. المعلقه الثانيه رح تكون عباره عن شاي اخضر. الشاي الاخضر ايه هذا شاي اخضر متوفر بكل مكان وكتير كتير بسيط، معلقه كبيره من الشاي الاخضر له كتير دور كتير كبير بحمايه البشره من علامات الشيخوخه، ما بيخلي يظهر عليك الكبر، بتضلي صبية صغيرة، بقلل علامات الشيخوخة المبكرة. ومثل ما بتعرفوا الشاي الأخضر بيحتوي على مضادات أكسدة، وبالتالي رح يكون له دور بتجديد الخلايا وبيخفف من البهتان البشرة، البشرة الباهتة بخففها كتير وبيحافظ على صحتها وشبابها، وكمان بيعطينا الفيتامين بي 2، هذا الفيتامين يلي كتير نحنا بنحتاجه وبنشتريه على فكرة لحتى تضل بشرتنا نضرة، بحافظ على مستويات الكولاجين بالبشرة. هاي دوره، شفتوا فوائده؟ هاي هي فوائد الشاي الأخضر، عديت لكم إياها كلها اللي هي قديش بتفيد بشرتنا. رح أعمل هالمكونين هدول، رح أجيب علب معلقة الزبادي ولحط فوقها معلقة الشاي الأخضر بهذا الشكل وامزجهم مع بعض. شوفوا كيف هيك بده يصير شكله، امزجوه لا تخلوا لي تكتلات للزبادي. حصير معي هذا المسك والخليط من الزبادي ومن الشاي الاخضر بهذا الشكل، شفتوا كيف؟ هيك صار عندي الماسك جاهز. هذا الماسك بعد ما خلطته منيح لحط هالخليط على بشرتي 20 دقيقة لحتى هيك تنشف وتشد هالبشرة ويمتصهم، ولما بتلاقي وشك خلص يعني نشف وما عاد محتاج ويبسي هالزبادي بتشيليهم بتغسليهم بالمي باردة وبفورا بتحطي المرطب تبعك. عيدي هالوصفة هذا الماسك مرتين بالاسبوع وان شاء الله رح تلاقي نتيجة مبهرة بهذا الشكل. شوفوا كيف شو سهل، حطيه على بشرتك وخصوصي بيعمل معك انتعاش اذا كانت عندك الزبادي باردة، إذا كانت بالبراد بتحسي هيك وجهك عم ينتعش انتعاش، حاولي تبردي الزبادي وحطيها على بشرتك رح تلاقي نتيجة جبارة. لا تنسيني من الاشتراك ومن مشاركة الفيديو مع أصدقائك لحتى تصل لأكبر قدر ممكن وتشجعوني أعملكم فيديوهات سهلة وبسيطة ومن مطبخكم. دمتم سالمين، إن شاء الله بشوفكم فيديوهات جديدة، لا تنسونا من المتابعة.